السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كي دايرين بخير؟ عواشركم مبروكة، الله يدخل علينا وعليكم بالصحة والسلامة. تنقول لكم إذا كنتوا أول مرة تشوفوا القناة ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك، اشتركوا معنا في قناة مومو فور يو، وتنقول لكم دائما ما تنساوش تديروا لنا لايك للفيديو، وإذا كنتوا عجبكم الفيديو ولا شي حاجة بارطاجيو مع العائلة والأصدقاء باش تعمل فائدة. واليوم إن شاء الله جبت لكم واحد الوصفة من عند واحد السيدة من العائلة. هذه الوصفة هذه عبارة على عجين ديال البيتزا، وغادي تشوفوا البيتزا ديال هاد السيدة هذه كي دايرة. وهاد البيتزا صراحة وقت ما مشيت تنقول لهاد السيدة هذه توجدها ليا، بيتزا رائعة والعجينة ديالها زوينة، ما عندي ما نقول. وننتقلوا من دابا باش دابا واحد شوية باش نشوفوا المكونات اللي تتخدم بهم هاد السيدة. انا غادي نهضر، هي ما غاديش تبان في الكاميرا، المهم انا غادي نهضر في بلاصتها باش نشوفوا هاد العجين ديال البيتزا. هو راه عجين رائع ومكونات اللي بساط عاديين، ولكن كاين واحد السر تتوضعو في هاد العجين، تيجي هشيش وبنين وتيجي رائع، ما عندي ما نقول. نتلاقاو من بعد الفاصل باش نشوفوا المكونات اللي خصنا ان شاء الله. لكم باش نوريكم المقادير ديال عجين البيتزا، وغادي تشاهدوها معنا في الاخير كيفاش غادي تكون ان شاء الله. بالنسبه للمقادير اللي تتخدم بهم هاد السيده هادي، هما زلافه كبيره ديال الفرص، وزلافه ديال الدقيق العادي فرص، وزلافه ديال الدقيق الحرش ديال القمح حرش. وبالنسبه للزلافه تستعمل هذه زلافه من حجم المتوسط، زلافه ديال الحريره عاديه، وتدير كاس ديال الحليب صغير العنبه، ومعلقة ديال الخميرة الفورية، ومعلقة ديال السنيدة، ساشية خنيشة ديال الخميرة الكيماوية، ثلاثة المعالق ديال زيت الزيتون، جوج د المعالق غادي نخدمو بيهم في العجين، والمعلقة الثالثة غادي تديرها تدهن بها العجين في الأخر. عندنا بيضة، وعندنا المكون السحري هو معلقة صغيرة ديال مايزينا، وعندنا معلقة ولا جوج معالق ديال الزبدة، عندنا واحد القبيصة ديال الزعتر، ومعلقة صغيرة ديال الملح. هادو هما المكونات الأساسيين باش غادي نخدمو هاد لاباطا ديال بيتزا، وراه تجي رائعة شيشة. المهم غادي تجربوها وغادي تردو عليا خبار، غادي تقولوا لي راه ما عنديش ما نقول، داكشي هائل. ونبداو على بركة الله في التحضير ديال هاد العجين. ونبداو على بركة الله. من بعد منا غربلات الدقيق القمح والاخر الفرص، ضف هذيك المعلقه ديال المكون السحري مايزينا باش اخر الخميره الفوريه وسنيده، نضيفو كاع المكونات. غادي نزيدو الزبده والملح والزعتر، وهذيك الحبه ديال البيض، وغادي نديرو الزيت ديالنا زيت الزيتون، والخميره الكيماويه نضيفوها. المهم كاع المكونات كلها هما غادي يتجمعوا، وغادي نديرو هذاك الكاس ديال الحليب هو باش بينا نجمعوا العجين ديالنا، ولا خصنا غادي نكملو بالماء، كاس ديال الماء تقريبا باش غادي نكملو هذاك العجين ديالنا. المهم غادي نبسو هذيك العجينه ديال البيتزا مزيان، نخدموها مزيان كما تشوفوا الطريقه ديال الخدمه ديالها، ما ندلكوهاش بزاف من الاولى، نمشيو معايا بشويه.
انا دابا راه كاميرامان ومترجم ولا ما عطيتنا هادشي. المهم النتيجة تعجبكم في الاخر. من بعد ما لسات هذيك العجين ديال البيتزا نبقاو تنزيدو الحليب شوية بشوية. نزيدو الباقي ديال الحليب ونعاود ندلكو العجينة ديالنا. المهم تندلكو العجين ديالنا مزيان باش يتجانسو المكونات كاملين، وتنزيدو واحد ربع كاس ديال العنبة تقريبا، نتوما لو حسب العجين ديالكم. الا كان الدقيق تيشرب راه من طبيعة الحال دي خصكم شوية ديال الماء بزيد، ولا كان النوع ديال الدقيق اللي استعملته ما تيشربش راه خصكم كميه قليله. وتدلك العجين مزيان ومن بعد ملي تخدمت العجينه ديالنا مزيان غادي نضيفوا ليها هذيك المعلقه تقريبا ديال الزيت، زيت الزيتون، هي باش غادي نجمعو هداك العجين ديالنا. غادي ندلكوها صافي، ديك الساعة العجين ديالنا هو واجد. غادي نديرو ليه الفيلم الغذائي بابي فيلم، ونخليو العجينة ديالنا تستراح تقريبا واحد 10 ديال الدقائق تستراح مزيان. ديك الساعة من بعد غادي نخدموها باش تشوفوا الطريقة ديالها. ومن بعد ما تروبوزات العجينة ديالنا غادي تقطع دي بول صغار، طريفات صغار 3، وهادو من بعد راه غادي يدير لنا تقريبا 3 تاع البيتزات كبار. بوليهم مزيان صافي. انا بانت لي هادي كبيره على هاديك، ما عرفت اش بان لكم نتوما، حتى نتوما ياك نقصي شويه بالهاديتي بليله ولا بتخليهم نفس نص هذاك عبرنيت واحدة صغيرة هي. المهم ملي تيتبولو بحال هكا غادي نخليهم يتروبوزاو عاود تاني واحد 5 دقايق ونعاودو ديك الساعة نتلاقاو باش نسرحوهم. ومن بعد ما دازت هاديك 5 دقايق واستراحت العجينة ديالنا دوك لي بول ديالنا ديال بوطا بيتزا، وجدنا الفرماج ديالنا ربيناه، الحوت، شويه ديال السميد باش نسرحو العجينه ديال البيتزا ديالنا، لاصوص طوماط، شويه تاع الزيتون، شويه ديال الزعتر، شويه ديال الزعتر، وشويه ديال زيت الزيتون. ونتلاقاو من بعد ملي نسرحو العجينه باش نوريكم لافارس ديالها كيفاش. ودابا كما تشوفوا الطريقه ديال التسريح ديال لاباط، نزيدو شي مدلك صغير هكا ونرشو السميده ديالنا ونديرو لاباط نسرحوها نخدموها مزيان. وباش ما كانت لاباط ديالنا مستراحة مربوزية مزيان تتجي سريعة وتتجي دغيا تتخدم تلعب بها كيف ما بغيتي. المهم بعد دابا ملي شفتوا الطريقه كيفاش تنسرحوا لاباط ديالنا، باش ما نطولش عليكم في الفيديو غادي نوريكم النتيجه الاخرى ديال البيتزا ديالنا والطريقه ديال التعمير ديالها. ودابا نديروا لاصوص من بعد ما سرحنا لاباط ديالنا كي تشوفوا في الطاوله،
ديرو لاصوص طوماطي ديالنا. ومن بعد ديك الساعة نضيفو ليها الفرماج والطون والزيتون، المهم نتوما كي حبيتو نتوما تزوقوها باش ديرو فيها. كيتيبي فيها الفرماج والزيتون والطون، كيتيبي يدير فيها الدجاج، كيتيدير فيها مثلا هي الخضرة، كيتيدير اللي يبغي فيها هي الخضرة تكون فيجيتاريان، كل واحد واش يبغي. نتوما المهم تيبقى لكم الاختيار، ديروا داكشي اللي موالفين زعما تديروا ولا اللي بغيتو، وكل واحد واش يبغي يدير. من بعد ما درنا دابا لاصوص راه كي تشوفوا، غادي نزيدو طون ديالنا، من بعد ما غادي نزيدو الطون ديك الساعة راه باين، غادي نزيدو الفرماج ديالنا والزيتون، وكما قلت لكم ما تيبقى لكم واسع النظر ديروا اللي بغيتو. الأذواق ديالكم نتوما واش تبغيو، نتوما واش يبغيو وليداتكم. صافي، من بعد ما درنا هاد الطون هذا غادي نديرو الفرماج ديالنا اللي ديجا حنا ربيناه، ربي نتهلاو شوية في الفرماج. الوليدات الصغار عزيزين عليهم الفرماج أحمر خصوصا، والبيتزا على العموم معروفة بالفرماج. يلا ندير الزيتون ديالنا، نديكوريو بيه هاد الزيتون. هداك زيتون كحل بلا عظم، المهم نضعو بعض القطع في البيتزا ديالنا للتزيين. صافي، ونديرو شوية ديال الزعتر من الفوق باش نسمو هادوك البيتزا ديالنا. من القياس شوية، مع العلم أنه راه درنا الزعتر في العجينة ديال البيتزا. إيوا هذا مكان نديرو شي زويتة بلدية، شي زويتة العود، نديرو واحد شوية. وكما تيقول ما دار يدين الحنقيين، زويتة يا بليد هكا خفان زربان وصافي. وندخلوهم ديك الساعة الفران، الفران غادي يكون سخون على درجة الحرارة 170 درجة، والوقت تقريبا واحد 10 دقائق حتى ربع ساعة، ونتلاقاو باش نوريكم البيتزا ديالنا كيخرجوا ان شاء الله. ومن بعد ما خرجنا البيتزا ديالنا كما تشوفوا التالتة راه في الفران، درناها في الطاوله الاخرى، ما كاينش كيفاش نجمعهم بثلاثه في طاوله واحده، حيت كما تشوفوا الحجم ديالهم كبار. وبيتزا هما تنقول لكم بالصحه والراحه، وغادي نبداو في التقطيع ديالهم. بسم الله، البيتزا ديالنا يا شيشة وزوينة،
وتنقول لكم بالصحة والراحة، ونتلاقوا إن شاء الله في فيديو آخر خفا زربا، ونقول لكم أنا بغيت ناكل هاد البيتزا بعدا، هي الأولى بعدا. صحة وراحة، نتلاقوا في فيديو آخر.